قال بعيد بالنسبة لحكم رمي الميت في البحر، يقول إذا كان السفر طويل. الحمد لله. بالنسبة لمن مات في البحر وخشي أصحاب السفينة من تغير جثة هذا الميت، ولبعد المسافة أو لبعد اليابسة عنهم، فإن قبره يكون في الماء، قبره يكون في البحر. ولذلك نص الفقهاء على أن من مات في السفينة، وقدر أصحاب السفينة أن الوصول إلى اليابسة سيتطلب أيام، ويخشى على جثة الميت من التغير، فإنهم يضعونه، يكفنون، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، ثم يضعون فيه شيء مثقل حتى لا يطفو على سطح البحر، ويكون البحر هو قبره. وهذا موجود الحمد لله في كتب الفقهاء، واستعمله المسلمون قديما في مثل هذه الحالة.